لعبة فالورنت كل يوم عم ينزلوا تحديثات ويطوروها أكتر وأكتر، كل ما اللعبة عم تكون أفضل من أول، والتعديلات عم تكون حلوة وعم يصير تعديلات على اللعبة. ولكن هلأ حاليا في مشكلة واحدة بلعبة فالورنت اللي هي تعديل الألوان. لحد هلأ قد صار اللعبة عم ينزلوا تحديثات، لا عم ينزلوا شيء على تعديل الألوان، لا تفتيح اللون، لا أي شيء بتعديل الألوان. بالنسبة للعبة فالورنت ما في إعدادات الجرافيك أو الفيديو بشكل عام، ما فيها غير اللو والميديوم والهاي والقصص هي، وما فيها تعديل ألوان أو تفتيح بشكل عام. ان شاء الله انا بهذا الفيديو لحلمك كيف تساوي الفلتر للعبة فالورين، وكيف تعمل الوان كأنك انت عم تعدل عليها بشلون ما بدك، وتغمي الالوان وفتح الوان باي طريقة بدك اياها، وبموضوع بسيط جدا. فاتمنى اذا انت اول مرة عندك شاهد فيديو على القناة تشترك تفعل زر الجرس تحط لايك وتكتب كمان حلو برأيك، لان رأيك بهمني جدا. كود دعم بالاتم شو بنيمو 9 فورتنايت لو حابب تدعمني فيه يا ريت. ويلا مع بعض، فانا والله بسكان الطاولة الارضية وفيديو جديد. بالنسبة للعبة فالورنت يا شباب، يوميا عم تتطور، عم ينزل تحديثات واشياء جديدة، ولكن الالوان لحد هلأ ما لقينا اي شيء بالنسبة الها بلعبة فالورنت او داخل لعبة فالورنت. حاليا بعض الناس او بعض الستريمر لقوا حلول لهذا الموضوع، هن عم يلعبوا علي الاعدادات، وانا فعليا جربت هالاعدادات صار لي تقريبا شي شهر، بعد شهر لحتى جربت الاعدادات عجبتني كتير وحبيت شاركها معكم على القناة. فهلا بالنسبة للالوان وكيف تعدل عليها، خلينا هلا نحن من داخل اللعبة ننزل لبرا او نطلع برات اللعبة بشكل عام. مجرد ما نطلع برات اللعبة بشكل عام بتلاقي في شي عندك اسمه الجي فورس، هذا بتنزله من عن تعريف كرت الشاشة. مجرد ما انك انت تنزل تعريف كرت الشاشة تبع انفيديا او الجي فورس يعني بشكل عام، بينزل عندك هذا الابليكيشن هذا التطبيق يعني بشكل عام. مجرد ما تفتح هذا البرنامج، يعني خلينا نقول عليه برنامج، مجرد ما تفتح هذا البرنامج بتفوت على الاعدادات تبعه، بتلاقي تحت شيء ان جيم اوفرلي اللي ظاهر امامكم هون، هاي بتلاقيها يا اما مفعله يا اما مفعله حسب شو عندك انت. بس الموضوع او الزبده من الموضوع انك انت لازم تفعلها. مجرد ما انك انت تفعلها خلص بيظهر عندك انه هي شغاله تمام، واول ما تفعلها بتظهر عندك هاي القائمه بشكل اوتوماتيكي. طبعا انت لازم تفعل هذا الموضوع قبل ما تفتح اللعبة، وبعد ما تفتح اللعبة بتفوت على اللعبة بتظهر لك انه الجي فورس اشتغل عندك وتمام. هلا احنا شغلنا الاوفرلود تمام والدنيا زي الفل، بنفوت بقى على فالورنت. مجرد ما انه احنا بنفوت على فالورنت بتكبس الت زد، الت زد مع بعض بتكبسهم مع بعض بتظهر امامك هاي القائمة. هاي طبعا فيها الريكورد واللايف والقصص هاي ما لنا فيها لحنا. بنفوت على شيء اسمه جيم فلتر، جيم فلتر اللي ظهر امامكم هاد بتقدر تفتحه باختصار بالت اف 3، بس انا عم بختصر لك الموضوع او عفوا عم بشرح لك الموضوع اكثر عشان يكون عندك من الاساس الموضوع او الفكره كلها تعرفها. بتفوت على الجيم فلتر، الجيم فلتر بتلاقي شيء عندك بهذا الشكل. اول شيء هي بتكون اوف بهذا الشكل، شايفين مثلا هون احنا هلا بالصحراء تبع هاي الخريطه، شايفين شلون يعني الموضوع او الالوان باهته كثير بالنسبه لفالورنت حاليا. هلا شلون بقى بدنا نضيف الفلتر؟ خلينا نعمل الت زد مع بعض، بنفوت على الجيم فلتر وبتحط مثلا رقم 3، خلينا نمحي هذا مثلا رقم 3 او رقم 1 رقم 2 اللي انت بتختاره، هي قوائم انت بتحدد فيها فلاتر جاهزه. بتحط اد فلتر وبتحط الفلتر باسم كولر الظاهر امامكم، بتكبس عليه بتطلع الالوان بهالطريقه هاي، او بتطلع الالوان عفوا بهالطريقه هاي. مجرد ما انك انت تلاقي الالوان ظهرت عندك بهالطريقه بتكبس على كولر، بتنزل قائمه فيها اربع اشياء او اربع عدادات لازم تعدل عليهم. هلا هدول انت بتعدل عليهم براحتك، بتغمق بتفتح بتعمل شو ما بدك. انا عندي مثلا عامل انا الكولر مظبطه وعامل فلتر على الاخير ومظبط، بتحط الكولر وبتعمل هدول الاعدادات اللي ظاهرين امامك، اعمل لهم سكرين شوت خليهم معك او احفظهم شلون ما بدك. اول واحد 100، الثاني 0، الثالث 27.6، والاخير 100%. هيك احنا بنكون شرحنا الفلتر. مثل ما ظهر امامكم هذا هو الفلتر بشكل عام. خلينا نروح على الماب، انا ما بعرف شو عم ساوي هون، يعني انا شو الموضوع ليش هون انا ما بعرف. فلا خلينا مثلا نروح على الماب بشكل عام، شو شلون مثلا الماب بتكون الوانه هي مثلا هيك على العالي. هلا نقيم الفلتر، نحط الفلتر الطبيعي، شوف الالوان شلون باهته، يعني الالوان مصفره بتحس هيك اكله رعبه، مدري شلون الموضوع بيكون. اما لما تحط الفلتر بتصير الالوان احسن. انا بالنسبه لي بعد شهر كامل من اللعب حتى لاحظت انه هيك الالوان افضل بالنسبه لي، ولعبي طبعا اختلف عن اول بالنسبه للالوان. فبتمنى يكون عجبك هاي المعلومات. طبعا انت ظاهر امامك هاي الصوره او هذا الجيم بلاي او هذا انا ماشي بالخريطه بشكل عام، مثل ما ظاهر امامك هي اللونين على اليمين وعلى الشمال شلون معدلين، فهي الالوان كلها بشكل عام. بتمنى تكون استفدت، ولو حابين ننزل جيم بلاي او لقطات او مونتاج اي شيء عن فالورنت. انا يومين عم بلعب فالورنت، ولكن نزلت عندي بالقناه ما لقيت عليها تفاعل والناس ما حبتها زياده فبطلت نزلها. فلو حابين ننزلها عندي بالقناه يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات. بتشكركم كلياتكم، بتمنى تكونوا استفدتوا، وبرعايه الله.